إذا كنتي من عائلة سكانير كرة، اشترك في القناة وتابعنا على الإنستغرام، الرابط كين في صندوق الوصف. ميمكنش تهضر على الجيش الملكي بلا ما يجبد لك جمهورها يوسف القديوي، لاعب تقنيات نادرا ما كتكرر، لوحده كان كيقلب الماتشات وكانت عنده القدرة يفكك نهار كتعكس الكرة. القديوي تزاد في جديدة عام 1984، كورتو كانت كتهضر عليه من صغره، البداية مع البطولة المدرسية اللي كانت تألق فيها مع لاعبي التحقوا من بعد بالدفاع الجليدي من أمثال يونس حماد وأحمد الدمياني. رضا الرياحي أسطورة الدفاع الجليدي كان هو ملهم القديوي باش يدخل لمدرسة الفريق من فئة البراعم. الزئبق كيف ما لقباتو الكورفاتشي سقلت موهبته على يد مدربين كبار من قبيل شيشا أمن الله والكشافة محمد معروف اللي كان جيل قرناص آخر ما اكتشف. الرجاء كانت هي الفرقة الثانية اللي غتحتضن القديوي، كان نزل جرى اختبار في ملعب تيسيما في كازا ومؤهلاته تارت انتباه مكتشف المواهب فتحي جمال. هكذا دخل القديوي وهو فئة الفتيان مركز تكوين الرجاء الرياضي، لكن بلا ما يكون عنده الحق يلعب المباريات حيت جديدة رفضات تعطيه ورقيه. زمامة، الخرازي، تاج الدين، بوشروان لاعبين جاورهم القديوي في مركز التكوين، لكن المجد ديالو في هذه المرحلة كان مع المنتخب الوطني للشباب اللي كان كيدربو أيضا فتحي جمال. القديوي لعب تصفيات ونهائيات كأس إفريقيا بوركينا فاسو 2001 ضد منتخبات كانت كتضم نجوم بارزة كحالة مصر مع عماد متعب وأحمد فتحي ونيجيريا مع موسى سليمان. بزاف كيتسائلوا علاش القديوي ما لعبش مع الرجاء بعد نهاية كأس إفريقيا بأشهر قليلة، يوسف ولا لاعب حر. الرجاء كانت عندها نجوم عديدة وصلتها لنهائي تشامبيونز ليغ سنة 2002. هذا الوضع خلى رئيس الرجاء آنذاك حانات يعرض على القديوي 500 درهم فقط كراتب شهري. مقابل ذلك الجيش الملكي بقيادة سعد الدحان اللي كان تبع القديوي مع المنتخب عرضوا عليه مقابل أعلى وأكدوا حاجتهم ليه كرويا. الجيش هذه الفترة كانت عايشة ثورة كروية، فتحي جمال ولا هو المدير التقني وفاخر هو مدرب الفريق، والهدف كان هو إرجاع هيبة العساكر. غتكون غلط لظنيتي القديوي ولا نجم الفريق من السيمانة الأولى، العكس كان طلب من الإدارة يغادر الفريق بسبب أنه ملعبش كرسمي خلال 14 دورة. قبل ما تجي مباراة أمام المدافع اللقب حسنية أكادير، فاخر أعطى القديوي الفرصة والأخير أعطى 3 نقاط غالية للفريق بعد ما اصطاد ضربة جزاء حولها المرحوم الزروالي لهدف الانتصار. نفس الأمر وقع في مباراة خريبكة الموالية ومن وراها مباشرة فاز بلقب كأس العرش أمام الوداد الرياضي. هذه السنة أيضا كان فيها القديوي قريب من يفوز بثاني لقب قبل ما تضيع منه البطولة في آخر جولة لصالح الرجاء الرياضي. المنتخب الوطني حل بيبان مجددا القديوي في هذه الفترة، أولا المنتخب الأولمبي اللي لعب مع تصفيات أولمبياد أثينا 2004، ثم المنتخب الأول اللي نادى عليه الزاكي في أول مباراة إعدادية بعد كانتونس 2004 أمام بوركينا فاسو. أياكس أمستردام، أيندهوفن، بوردو، مارسيليا كلها فرق بغات تنتدب القديوي آنذاك، وإلى جانبها الإفريقي التونسي اللي حط على الطاولة مليار سنتيم، إلا أن الجيش رفضت تطلقه بحكم أنه فريق لا يعتمد بشكل كبير على مداخيل بيع اللاعبين. تمسك الجيش به غيدفع القديوي سنة 2007 باش يحاول يمشي راسه لنادي لوكرين البلجيكي. مجرد وصوله للمطار شدوه البوليس وخدوا ليه الباسبور، بقى لهذا السبب شهرين في مركز التكوين لفار، من بعد اعطاه الجنرال بسليمان جواز سفره، لكن في الاخير بالرغم من توجهه لبلجيكا قرر يرجع للجيش الملكي بعد ما ملقاوش وسيله لفك ارتباطه به. القديوي قضى مع الجيش قرابة 6 سنوات، فاز خلالها بخمس كؤوس عرش، لقبي بطولة وكأس الكاف. فريق الوحدة السعودي نجح في التعاقد معه بعد ذلك كمعار. القديوي في أول موسم خارج المغرب جهو رابع أفضل ممرر وخامس أفضل هداف. مسيرته مع الفريق اللي كانوا فيه مغاربة آخرين رفيق عبد الصمد وعبد الكريم بن هنية غتوقف مؤقتا لمدة 6 أشهر بعد ما طلبوه مسؤولي الجيش يرجع يعاون الفريق اللي كان كيكونه عزيز العامري، وبعدها رجع للوحدة لقى فيها هذه المرة عصام الراقي وبلغ معها نهائي كأس السعودية بعد ما غابت عنه 38 سنة، إلا أنهم نهزموا فيه أمام الهلال اللي كان كيقوده إيريك غريتس. بعد نهاية الموسم الوداد والراجا بغوا يتعاقدوا مع القديوي،
الاختيار كان هو الفريق الاحمر بحكم انه كان باغي يحرز لقب دوري ابطال افريقيا. بدايه القديم مع الوداد اللي كان كيخوضها دو كاستيل كانت مثاليه، كان جوكر الفريق في الشامبيونز ليغ ولعب دور كبير في وصوله للمباراه النهائيه. ويكفي تذكير مباراه الترجي في دونور في دور المجموعات اللي قلبها راسا على عقب. ايام العسل مع الوداد ما طولتش، القديم بعد اشهر قليله لقى راسو كيتحارب داخليا حسب روايته، لاعبين ما كيتدربوش وكيلعبوا وهو كان كيتم تهميشه. هذا الوضع خلاه يبدا يلعب مع فئه الامل، تامل الخير بعد قدوم المدرب الاسباني فلورو بينيتو، لكن اكتشف وقت قصير ان نفس السيناريو غيوقع. وهكذا انهى الموسم مع امل الوداد قبل التعاقد في الصيف مع فريقه الروحي الجيش الملكي. طاوسي كان هو المدرب ديال الجيش الملكي بعد ثلاثيه تاريخيه مع المغرب الفاسي، المراني، عقال، السعيدي، الشاكير، لاعبين تم التعاقد معهم لعوده العساكر لمنصه التتويج في انتضاف حتى القديوي ولا كيبان فريق يرعب. للصدف اول مباراه للقديوي مع الجيش كانت امام الوداد، رجع فيها الثار، فاز بهدفين لصفر بالرغم من تضييعه لضربه جزاء. وكانت هذه هي المباراه اللي بسببها رحل المدرب الاسباني فلورو على الوداد. القديوي في هذا الموسم لعب نهائي كأس العرش مع الإفار واحتل وصافة البطولة. يوسف قرر بعد ذلك يوقع النادي الخريطيات القطري علما أنه رفض عرض من رئيس الوداد عبد الإله أكرم. مع الخريطيات وصل القديوي النهائي كأس قطر منهزم فيه أمام الريان، حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة 7 مرات وخد جائزة ثالث أفضل لاعب في السنة اللي كان فاز بها الجزائري نذير بالحاج. بعد السعودية وقطر القديوي اختار يقضي تجربتين اضافيتين في الامارات مع ناديي الامارات والضفرة، الاخير هو اللي قضى معه اطول فترة قبل ما يقرر العودة للمغرب لاسباب عائلية. بودريقة رئيس الرجاء قنع القديوي بالمجيء بعد ما مشى لعنده للامارات شخصيا، وهكذا بدات تجربة يوسف مع الرجاء اللي كان كيدربها انذاك الهولندي رود كرول. بداية القديوي كانت جيدة، لكن اصابة على مستوى الرباط الصليبي خلت مسيرته تعقد مع الفريق رغم ظهوره به الفينة والاخرى في حقبة الطوسي. وفي فترة حسبان وغاريدو غتزيد تعقد قبل ما يطلب فسخ العقد من الجامعة بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية. يوسف شاف الوقت المناسب باش يرجع للجيش، ما كانوش نتائج جيدة مع عزيز العمري في السنة الأولى وأيضا في السنة الثانية مع فاخر، لكن اللي كان ميز هذه الفترة هي المشاكل ديالو مع فاخر، فين رفع عليه الأخير دعوة قضائية بسبب اتهامه والتحايل في بعض الصفقات. القديوي فضل يغادر الفريق العسكري باش ما يدخلوش في القضية، والوجهة كانت فريق نهضة الزمامرة اللي كان كينافس على الصعود للدرجة الأولى. القديوي حقق المفاجأة بالصعود مع الفريق، لكن الأهم بالنسبة ليه كان هو خوض تجربة في القسم الثاني للتعرف على شخصية اللاعبين وظروف المنافسة، سيما وأنه كيطمح يولي مدرب. حاليا القديوي كيحمل قميص نادي الخريطيات القطري بعد ما طلبوه مسؤولي الفريق يعاونهم على الصعود، هو والثنائي المغربي تيبر كانيم ومنير الحمداوي هما حاليا على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق ذلك. القديوي كيبقى من بين افضل اللاعبين اللي عطاتنا البطولة في هذه السنوات. واش كيبان لكم ان مسؤولي الجيش الملكي حرموه من التطور بعد ما منعوه من الانتقال لاوروبا؟ اراءكم متابعينا ممكن انكم تبارطاجوها معنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش دعمونا من خلال الاشتراك والتعليقات اسفل الفيديو.